بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، تعلمون ما حل بالعالم من هذه الأمراض والأوبئة؟ ولا شك أن ذلك من حكمة الله عز وجل النافذة وقدرته البالغة، وهو ابتلاء واختبار ليرجع العباد إليه. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وإن واجب العباد أن يكونوا دائما متعلقين بالله عز وجل، فهو جالب النفع ودافع الضر، وينبغي عليهم أن لا يغيب عنهم الإيمان بالله جل وعلا وبقضائه وبقدره، وأن عليهم الرجوع إليه سبحانه والتضرع إليه والتوكل عليه والدعاء أن يصرف الله عن المسلمين هذه الأمراض والأوبئة. ولقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين وفقه الله بأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع هذه الأوبئة أن تنتشر في هذه البلاد وبلاد المسلمين. وهذا لا شك أنه إجراء احترازي عظيم مبارك يشف ويجسد حرص حكومة هذه البلاد المباركة على خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين والزائرين وخدمة قاصدي وزائري المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الاتكال على الله والإيمان به، فلا هلع ولا جزع ولا خوف ولا طمع إلا في رضوان الله ورحمته تبارك وتعالى. ثم أخذ الاحتياطات اللازمة، فالأخذ بالأسباب مما جاءت به الشريعة. ولقد قامت هذه البلاد المباركة بإجراءات احترازية وتدابير وقائية تدل عليها الأصول الشرعية والقواعد المرعية، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، ودفع الضرر ودرء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح وتكميلها، وسد الذرائع، والدفع أولى من الرفع. ومنه القاعدة المعروفة: الوقاية خير من العلاج. فكان من ما عمل واتخذ من إجراءات مباركة لنقص وسد هذا الوباء المنتشر في العالم الرؤية أن يغلق الحرم ليلاً للتعقيم والتطهير، وكذلك عدم النزول إلى صحن المطاف والسعي في مرحلة مؤقتة، هي مؤقتة ولله الحمد والمنة. فإن شاء الله خلال أيام قريبة تعود الأمور كما هي عليه، وإجراءات احترازية تقتضيها الشريعة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الأسباب، ولبس عليه الصلاة والسلام لأمته في الحرب، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا حل بها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والحجر الصحي والوقائي مما جاءت به الشريعة. وهذه الدولة المباركة دولة العقيدة والشريعة وخدمة الحرمين الشريفين، ومن حقها وحرصها ومن رسالتها أن تعنى بالحرمين الشريفين وخدمتهما وخدمة قاصديهما، وأخذ التدابير الاحترازية والاحترازات الوقائية إبان انتشار هذا المرض لفترة محددة
نرجو ألا تطول بإذن الله وحمده. وإن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية قامت بجهود مباركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإن علينا أيها الإخوة المسلمون أن نتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية ورفع جاهزية هذه الاحترازات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع هذا الوباء بمن الله وفضله وكرمه، كما أن علينا أن نلتزم بالتعليمات والتوجيهات الكريمة التي تصدر من ولاة الأمر، وهي تصدر منهم لحرصهم وفقهم الله على مصالح المسلمين، ولا سيما ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين وقاصدي ومرتادي الحرمين الشريفين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل الأوبئة والأمراض بمنه وكرمه. نسأل الله أن يدفع عنا الغلا والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من البرص والجنون والجذام وكورونا وسيء الأسقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يديم الأمن والأمان والاستقرار، وكل هذه الاحترازات لسلامتكم أيها المسلمون ولصحتكم. وقد جاءت الشريعة بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، ولا شك أن الحفاظ على أرواح المسلمين وعلى أنفسهم وأجسادهم مما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء، فعلينا أن نلتزم هذه الإجراءات وألا نقلق وألا نتبرم وأن نصبر وأن نحتسب حتى يكشف الله الغمة. وهنا أمر مهم وملحظ ينبغي ألا يغيب عنا جميعا، أنه لا هلع ولا قلق ولا اضطراب، بل أمن واستقرار، والمسلمون ولله الحمد والمنة يعيشون في الحرمين بكل انسيابية وبكل راحة وأمن وطمأنينة، كل ذلك بفضل الله ثم بفضل الجهود المباركة التي تبذلها القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما.